على غاش ألفو. كما كتعرفوا الاحتجاجات ديالنا دامت اكثر من 3 اسابيع وحنا وصلنا لنهايه تقريبا ديال الاسبوع الرابع، والهدف ديال الاحتجاجات هو ازاله واحد اللاقط الهوائي اللي مثبت في حي حامرستات. وهذا اللاقط الهوائي مجموعه الابحاث العلميه كتقول بان عنده اضرار خطيره على الساكنه، يعني ملي كنقول الساكنه كنهضر اطفال، كنهضر على العائلات، كنهضر على يعني جميع الساكنه ديال حي مارستات. حنا بالاضافه الى الاحتجاجات اللي قمنا بها في الحي التجأنا للقضاء المغربي والمحكمه الابتدائيه ديال العرائش. بالنسبه اليوم كانت الجلسه الاولى، يعني من خلال الجلسه الاولى ومن خلال يعني الدفعات اللي تقدم بها المحامي اللي كينوب على السكينه كيتبين ان شاء الله باننا نسير في الطريق الصحيح، وبان ان شاء الله اعتمادا على الاحكام القضائيه اللي عندها علاقه بالموضوع اللي صدرت في مجموعه ديال المدن المغربيه، منها مكناس، منها وجده، منها تطوان، ومنها الشاون، وكنتمنى ومنها ورزازات، يعني كان عندنا واحد الثقه كبيره بان ان شاء الله القضاء على مستوى العرائش غادي ينصفنا. بالنسبه لكم يعني نظمتوا اكثر من 20 وقفه احتجاجيه، ورغم ذلك يعني السلطات ما تحركتش يعني باش تنفذ القانون يعني ولجأتوا للقضاء، يعني كيفاش هاد المسألة ديال على مستوى التحركات ديال السلطات؟ ما نقولوش ما تحركتش، وانما كانت ردود الفعل ديال السلطات. مثلا السلطات المنتخبه على مستوى الرئاسه ديال المجلس مدت الساكنه بواحد الوثيقه ديال رئيس المجلس الجماعي. هذه الوثيقه تؤكد بان تثبيت اللاقط الهوائي دون ترخيص. وكذلك على مستوى عماله اقليم العرائش السيد العامل اصدر واحد القرار بتعيين واحد اللجنه ديال المعاينه ديال هذا اللاقط الهوائي المثبت في حي مارستات. ومن خلال يعني انتقال ديال هذه اللجنه المعاينه الى عين المكان والمعاينه ديالها، هذه اللجنه يعني وثقت ذلك بواحد التقرير. هذا التقرير كذلك يؤكد بان التثبيت ديال هذا اللاقط الهوائي تم الانجاز ديالو دون يعني ترخيص من اي جهه كانت. وهاد جوج الوثائق طبعا كتصب في الاتجاه ديال الخدمه ديال الساكنه حي مارستات، وبالخصوص امام القضاء. اضف الى ذلك يعني الاحكام القضائيه اللي صدرت فيما يخص المسار والتطور ديال الملف. يعني الجلسه القادمه ما بقاش عندكم الجلسه القادمه ان شاء الله من خلال ما ورد يعني على لسان قاضي المستعجلات الاسبوع المقبل ان شاء الله غادي يصدر حكم في هذا الموضوع. والامل ديالنا كبير بان ان شاء الله القضاء غادي ينصفنا.